والصلاة والسلام على حضرة سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. شباب السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، رب الخير جميعا. رح نحكي إن شاء الله بإذن الله في الميثود فاليو والفاليو أوف يا جماعة، ديت بترجع the prepped primitive value of a number object. ال value اللي أنت بتحطها يعني في ال لما تيجي تطلب مثلا، لو انت كان معاك number object تمام والحقت بالميثود دوت فاليو اوف، دي بتحاول ترجع لك البريمتيف فاليو بتاعت النمبر اوبجكت ده. هو الراجل ده ممثل بمثال، راح قال لك بص يا سيدي انا هعمل لك var ل اوبجكت وهخليه نيو نمبر، فديت انت عارف ان ديت نوع اوبجكت، لو ما استخدمت نيو ومع الكونستراكتور نمبر فديت عباره عن نيو اوبجكت، اوبجكت من نوع نمبر تمام، والقيمه 10. لو قلت له طيب اوف هيطلع لك الناتج اوبجكت، طب لو قلت له فاليو اوف النم ده هيطلع لك القيمه بتاعته 10، القيمه بتاعته 10. وهو راجل كمان مستخدم يعني، لو كتبت طيب اوف مع بعد ما النم اوبجكت ده هيطلع لك رقم. يبقى الشاهد في الفاليو اوف يا جماعه انها بتطلع لي القيمه، يعني حتى لو انا استخدمتها قلت بار اكس بيساوي 10 وقلت اكس دوت فاليو اوف، يعني انا عايز قيمه الفاليو بتاع اكس، هيديني القيمه 10. يبقى ده اللي هي بتحاول تعمله بالظبط، الفاليو انها بتحاول تطلع القيمه بتاع الاوبجكت الملحقه بيه. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله.